نبض عوض يال كسو دوادا برامج تنبض يونو تاس وانو ديرادا كساري دونو هرو مرهادا كسو دا ودن كينو هو يو اي سوماليا وحانو مروال با إلتوغان كو ايجي دونا برامج دا هرو سعود كا إلا مها دولادو اي كو تلاب سدان وحانو ديرها قلين دونا حوچين تا أمنيغا إيا در در قلين تا كاباياشا دا قالي ديبو ديسكا ودن كا أنغو كدولي نا عرقتي دا آه نبضي وانولول وحان بلان قادا يا شرف كي يا عزتي يا كرامتي صومالي انا سوء عليو عقباتها هو وين اي هريا له وحا كميدا ابن حمو باحسن لباتوين بن ادمينو سيدا اباراها هاتن كجره ذلك لما يستركا ديبو جسينتا بيلاها صوماليات او دينتا سرينتا شرعيه ايو نظام كعدالده بيبسوعلين تكالسوريدا اي شعب كو قبان دولد دودا كسو دوادا داوض يال قيبتي كواد اي برامج كا نبادي وانولول وحانو قيبتن كو ايدي دونا وحقبت كي بغولكي بالمود اي وقوه ريي مدحوين محمد عبد الله فرماتو ان وضح حسوسنانو بغول عاشو ومدعا دو كوبان ان سوود اوغانو بغول مالمود وحا اي كانقوين ويهين برامج كسياسة ديد اي مدحوينها لا دقال لك مسوق ماسوقو وحاو أسل ويا هاي أمنيقا أمنيقونا وحاو أقرب رارعيا نبدا نبدونا وحاي هو يوتا هاي نلول صوبان markii golaha shacabku aqlabiyada ay ku doorteen madaxweynihii waxaa dabaaldegay farxadeed markiiba bilaabay shacabka kuwaas oo u muuqday in sidii ay wax u rabeen wax ugu dhaceen waxaa taa barbar socday madaxda caalamka oo halay iska dhigtay guusha shacabka Soomaaliyeed baale This is a clear indication that none other than Somalis can decide on their own fate Television Al Jazeera waxaa todobaadka isbarbardhig ku sameeyay dhowr hoggaamiye oo ay u kulgalayaan سمعاد داي بلوشادو دا كدح ليهين الجزيرة قيمين تاي سميسي وحي كشيرتين جماهير تاو دا ميسكو راعين مدحوين فرمان تاوينو يهي شخصي هفان وسمعاد له يعلق الصوماليون آمالا كبيرة على حكم الرئيس المنتخب محمد عبد الله فرماجو الذي يصفونه بالسياسي النزيه وحسن السمعة لحية تمنكي فيبر ولا يوسر رسمي مدحوين فرمانتو في الكولا وريغي وحنا وبلغ هذا ان دولة دي سوايكو شاقين دون تهرب تاك شعبك مركا مدحوينها وحا هوريا لا انو مدسدا عشا كسو مقا عامور هز الوزارة عصوب وهو قامية بلها حكومة دا مالنتي لحية تمنا ديو كقول يستينو مقا عامور هز الوزارة حسن علي خيره وكو عام بحيث شاقي هلا ضيق Somalia has a real opportunity To finally emerge out of this dark, to finally write again its history, to finally take part of the wall as it has been for many, many years. La dagaalna ka musuqmaasuq waa tiirka ugu horeeya ee dawladdu sheegtay inay xoogga saarayso. Soomaaliya marar badan waxaa lagu eedeeyay in musuqmaasuq uu dawladda laamaheeda iyo habdhaqanka bulshada uu si weyn ugu faafay. سفر كيسي كوواد ودلك كغب حمد حوينوه وحو أباري بولغ ربي أبركي سانيساقو هالكا كسو عمر يستاي انتا كجبنا وحو كل ممر دالة لقا تيما دحضا بغرطوية سعودي عربية كواسو بلان قاضينا بودها صوماليا كير قلين ايان مشاريع حوغان او ديبلو قدسا يو كابياشا دقالها يو حرمها الدولة ديد واي كمديهين سيدا حوليه اي جوجيه ان ديبلو فور حوليه بحيالي أولو هو كابياش ووين دقالها دتك الصومالي كسو قوله إلا سبح بقوله مليون دولار يا أمد الصومالي كهيشا حولها لفين تيدا إن دي بلوفروه أو دي آن وشاقنا عدوخين ساقبين حولهن إيجان وعقلا وافرين لسمياش دولة كل أحيان كلي حديهين كوة قوالد كيالا يكون مقدشة دي بلو عسبوني سيوه أو دي بلو دي صح نحتويد إن لدوميوه
oo dib loo dhiso waxay ballan qaadeen in baarlamaanka sirta baarlamaanka dib loo dhiso waxay ballan qaadeen in jidad ay dhisaan waxay ballan qaadeen airport cusub سيدي يلا باتنكي فيبر وريو حمقانا دا مقدشة لغو قد تشير وينا بلاران او لغو قرمان ايا عبارها مدح وينها وحالكا كهد ليوحو عبار تكسي في اي مصيبة قران تاسي وحي كنتين غرامدا ميدو باي دردر قليان كارين كودي ديق بحياش دول كرهر يوروبنا قار كميدا هيا الاركي يغو او صفر يغو بلادا فوق فوقسي اي اندهو دا وغسو عركان مصيبة دا عبارتا madaxweynuhu waxa uu booqday magaalada Baydhabo si uu ugu kuur galo abaarta ka taagan gayiga madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Nairobi madaxweyne Farmaajo isagoo sheegay soo dhaweynta inay asal u tahay taageerada shacabka ee uu kasbaday mudane Farmaajo safarkaas Kenya oo la sheegay inuu guul soo hooyay waa kan madaxweynaha oo sharaxaad ka bixinaya qaar ka mid ah libtii socdaalkaas uu ka keenay wuxuu ahaa safar miro dhal ah oo keenay in dadka Soomaaliyeed oo mari jiray meesha ay hadal jeer oo lagu dhibi jiray waana wax taan kamid ah markaan baramisirka ahaa oo aan qaadanay diyaaradaha shacabka aan arkay dhibka ay marayaan dadka Soomaaliyeed ee in aan arrintaasi xal u helno Together we are here to basically witness this very historic event whereby we have a direct flight from Mogadishu to Nairobi. Dararti shanti April qaraaxay ismiidaamina oo al-shabaab Soomaaliyeed ayaa salfaday nafta lix ruux tirinta ka badan way ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku labisan dareeska ciidanka ayaa daraartii taa xigtay iclaamiyay in waddanku uu xilligan ku jiro dagaal ka dhana al-shabaab waxa uu sidoo kale cafis u fidiyay intooda rabta inay nabadda qaataan kuwaas oo dhaqan celin iyo waxbarasho loogu ballan qaaday subax wanaagsan saa u jeedaanba maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago kow horta waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo shalay arrintii foolxumada ahayd oo dhacday ee qaraxa ahaa oo ay ku nafwaayeen lix qof dad badan ay ku dhaawacmeen runtii qaraxyada waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo aan dhammaan saas darteed yaa maanta waxaan u iclaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu ilaah yiraahdo xaq ah بعدما أن حق صعنه إلهي إنه نلجر دور إن شاء الله مدحوين فرمانشو يريد الوزارة خيره وشيدد تهاي حكون دادتين أي أشير لبا ما الموت سعودي كقبتي عاصمة دوادنكا وحانا شركة وضا تشيقيبكا ها مدحنا مامو القبلة ديادا وحانا لا إسلا أفقرتي وضا الشقين يويسو تناسل بوحا وحانا إسلا قارني إنا كشقين نتنت الدود ومدى الصومالية إنا كل جولو دور أهرموت ومهمة أنا أشتغلنا صمع النمال أنا أشتغلنا وحن كل هالشيء من قدام شو تنازل له وحن كل هالشيء من دك ما تصوري هاي صور أحد من كمان أنا كور شغلنا وعن كل سدود أنا كل سدود عن كل حالنا سدي عن ذلك النبات وصل دبال لحين وما تصوري لنا نقول في عن أنا وجهه جامل لحين dabayaaqadii bishii Abriil madaxweynaha oo hoggaaminaya wafdi ballaaran ayaa martiqaad rasmi ah ku tagay waddanka Turkiga soo dhaweyn heerkeedu sarreeyay ayaa madaxweynaha loogu sameeyay Turkiga
يدو لوغو غلي روكم إذا بيسان عالان كبلوغا وحانا هالير سعدي أو سلانتا كقادنا يي مدحوينها أسكر قاردي إيسا أو كل بيسان ميضب حالان أو قرحون دولة توكيغو وحي غور والبوايهي دنب غرب سينا إيسا صوماليا واحد دل هاتان ونو موغدا إنو كسو كبانا يدقا لسو كيو سنوين بدن سعدي تركيغو صوماليا وحاو كهير غلي مشارعي لحالي او دب لوغو ديسايا كابياشا دقالها يا ودنكا سيدي دي مي مدحوينه وحو غاري دقمدا افكو يا قبل كشبه لبهوسي وحقرات كرير افكو يا وحي آدو عبتين اسباروين كوي قيسو معادن مقالدا وحينا مدحوينها كعصا دي امور تاينو وحكا قبطو مدانا مدحوين مقالدا اتكها يا الهي با يا انت تشوف وحان امالينا يا مقالدا قدهين دور اسبارا دحنا وين مقالدا قدهين دور اسبارا دحنا برنانك هادادو بحدانا وكيد برنانك وحلقا قبطونا مجرد إسلام هذا الشخص أيونا مدحوينه قوان رسمية كسو ساري كاس أو دلارتي حكتب أفكو يسباروين كي لغا نديفيي لماذا غليسان؟ ويلا شيء ذا لقب الله مانتا هدو إله يراه ذو قفكي لغو أركو إسبارو ويلا شيء ذا ماها دولة داني دولة حيو كتمد ماها ودولة شعب رابطان شعب كتمد ويه awoodan idin ka askare anagu ma lihin anagu waxaan inahay adeege intii aan la qaban shirkii London dawladdu waxay dadaal galisay sidii Soomaalidu aragti midaysan ula tagi lahayd London waxana la abaabulay shirar lagu la fagurayo diyaar garowga shirkaas iyadoo la abaabulay jandeyaal culculus oo danaha Soomaalida lagu jaangooyay markii shirkii London la tagayna مدحدا صوماليدو وحي موشي ساي مدنمو ورباهنتنا وحا لغا عرخي مسؤولين تي دالكا وقعما هايس هايستا الشركي لندن وحا لغي يارك تيمي دايسان او سياسة ديا دقالكو واجهن ادون كو غاكا يابدال كاريو مستاقي او مطور نقضي او ندوغي جو عركا ايا سيدا يلاكسن كو لعي ايا سيدا او تاقيرتين دولد ممده ويا واحد يسوي دوينا يعني ما واحد يسوي دوينا وايدين كويه هذا دون إنسان أدون كنا فيه شال شرف كاس يحترم كاس يقدرين كاس قبيل كحال نافو قبيلة ده حال نافو أنا واحد قبل لقاني أو واركتان ميشان أو التاجنة واركتان بلن إلهي واحد كوكلني إنا دليل كشق إنه مما عليسان والله إلهي هو حاكو قلني kala kulanti wanaagsan meel kasto oo naga dhahanaysaan kuna soo dhawaada qodobada warka ugu waaweyn Daawud Yaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay 47 sano kadib dalka jamhuuriyadda Soomaaliya wali waxay xusayaan dharaartii 15 May xilli adag oo Soomaalidu xanjaab gumaysay ku kala oodan tahay ayay dhaqdhaqaaq wadan ilaysan bilaabeen barbar Soomaaliyeed oo tiradoodu 13 tahay kuwaas oo fikirkooda ku fidiyay shantii qaybood ee Soomaaliya gumaysay oo u kala dhanbalay. Dhalintaasi waxay talaaleen mabaadi'da tir adag ku tiirsan,
تودي هرب وحي بلا من برنامج علم كرارسيا هو لغود سيا قرات كدل يرادا مرحلة دا كل كي يكاقود بين اقرا شاهان اسوائليا سومالد وضا كان قادينا وحي مركي دنبه توسو عبارين لكا سياسة دا يلا دقال لكا قميستها وفدي دانها سومالد الدفاع ايا ايا ودرين كمعيا دا قرومها كدح حيسا هلغن كي سياسة دا سويالك اسوائل برنامج قونية هايين كو يقدونا وحاسي ليس لغير سنية هاي اسوائل حرية دا سوماليا دور وين اني كلا هايين افر يتو دباتن سنة كدي بويدين تو وحي تاي محاينو كبران كرنا اسوائل محاسي اوفدو دي دالي رضا سي تلابا دي اي كتيك سدين حرية دا سوماليا هلغن كاسي اي كسو غاري اني كو كيان حرية وحوية مانتو ويتاقن تاي انا وحبدا كبران الهي راه وحي الهي وحي كتاقين قبيل وحي كتاقين حدف دينيات وحي اصوب عم بحين اما بلان اصوب ديجين ودن نمو حلي راه يباتيو تيزم تاسو رنتي سومالي مليسي اوورا ليسي او اصوب ميسي عرب يقارن ادوك اللي اعتراف سيه ما انت قاد يا دي الوفر حسنا يومد السوماليين وهو حنبليين ايا وحنلي حنبليو